ورجعنا لكل حضراتكم مره تانية عشان نكمل كلامنا. معلش كان في مشكله تقنيه في رفيع كده، حاجه في البسيط ما عرفناش من خلالها ان احنا نتواصل مع زميلنا العزيز مينا ماهر، لكن الحمد لله قدرنا نرجع له مره تانية عشان يعرفنا ايه الاجواء الموجوده في فرع النادي الاهلي في الجزيره بعد الفوز الكبير امبارح 5-2 على فريق الجونه. يا صباح الفل عليك يا مينا، اتمنى تكون سامعني بقى كويس المره دي. الو، هو احنا حد باصص لنا في المكالمه دي ولا انا بتهيألي؟ في حاجه مش مظبطه ولا ممكن بس يبقى في ديلي او حاجه كده سمعنا؟ معلش. يا مينا صباح الفل. هيجي. ده ديلي 4 ايام تقريبا. صباح الخير يا كريم وصباح الخير عليك يا رامندو، صباح الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم مليان بالتفاؤل والخير علينا جميعا. اللهم امين. الجو النهارده يعني احسن شويه في النادي، الاعضاء بداوا يتوافدوا على النادي بشكل مش هنقول مستمر زي الاول، ولكن بشكل يعني تبدا الحياه ترجع لطبيعتها مره ثانيه. طبعا كل ده مع اخذ جميع الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه اللي حطتها وزاره الصحه مع وزاره الشباب والرياضه. نروح لمباراه امبارح. امبارح الاهلي كان عنده مباراه مع فريق الجونه، قدر يكسب ب5 اهداف مقابل 2، ولكن الحاجه المهمه في المباراه ما كانتش النتيجه ولكن كان الاداء. الاداء كان مهم قوي خصوصا ان دي البروفا الاخيره اللي بيستعد ليها الفريق قبل مباراه ام بي يوم 9 اغسطس. اللاعبين كانوا بيأدوا باجتهاد شديد جدا، كل لعيب عايز يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية في المباراة. إن شاء الله الفترة الجاية هنشوف فيها النادي الأهلي من جديد في جميع الألعاب الرياضية بتفوق شديد، وكمان أيضا بالنسبة لألعاب الصالات والألعاب الفردية التدريبات رجعت بشكل تاني بشكل إن شاء الله الحياة ترجع لطبيعتها مرة تانية ونشوف النادي الأهلي متألق دائما. دي كانت النهارده اجواءنا عن النادي الاهلي. عوده مره اخرى الى الاستوديو.